بعد ما تسمعوا هذا الخبر اليوم رح تتغير عندكم الصورة النمطية للمجرم اللي كنا نشوفها بالمسلسلات أو الأفلام. ممكن تصير تشك بالناس اللي معك بالشارع، ما في أي مبالغة بنوب لما بتعرف إنه الخبر عن أم كانت عم تستخدم جثة ابنها لحتى تنقل فيه مخدرات. تخيل امرأة ماشية بالشارع وبحضن ابنها تعدي من جنبك، تنظر إلها بمنتهى الحب والاحترام، بتكون هاي الإنسانة قاتلة ابنها وعم تودي بجثته مخدرات، وبس ترجع بتحطه بالثلاجة لحتى تطلع فيه تاني يوم وتعمل نفس الجريمة. هاي الجريمة صارت بدمشق، الأم بلشت تتعاطى الكوكايين مع زوجها اللي عم يتاجر بالمخدرات وبقيت تتعاطى معه لخمس سنين، بعدين وقفت تعاطي حسب ما قالت. على حسب كلامها راحت لعند رفقاتها وبجلسة أنس طالعوا المخدرات ومن هون بلشت الجريمة الكبيرة. قالوا لي ما عليه شيء، يعني إنه يعني سحبة واحدة ما بتضرك، قلت لهم أنا ما عم قرب على شيء، عطوني إياها أول مرة. بعد من نام صرت اتعاطى بمادة الهورئين، وقت اتعاطيت بمادة الهورئين المبلغ تبعها كتير، يعني انه انا ما معي اني اصرف على حالي من هي المادة اللي انا عم بتعاطاها. اضطريت اني انقل من ريف دمشق على الشام لحتى اني اجيب منها هي المادة اعطيها لحدا ويعطيني مبلغ عليها لحتى طالع المشروب تبعي ببلاش. وانا كنت حامل قبل ما احمل، وقت كنت حامل اضطريت اني اخذ حب مشان ينزل هذا الولد، ورحت على المشفى. وقت رحت على المشفى مشان اخذه ودفنه، انا ما اخذته دفنته، انا اخذته حطيته عندي بالفريزر مشان استخدمه لاطلع اجيب ماده الهورئين. مشان هيك انا اضطريت انه احمله بايدي، انه ما حدا يعني يشك بامري وقت انا اطلع اجيب ماده الهورئين من ريف دمشق لعلى دمشق، انه خلص يعني حامل الولد ولاففته. مشان هيك اضطريت اني اخذه استخدمه وحط فيه ماده الهورئين مشان اعيش منه وضبط أموري فيها، وضليت أخذ استخدمه وأرجع على فريزة. شيء ما بيتصدق، تم القبض على هاي المجرمة والقصة من أمس لليوم ما وقف التفاعل عليها. تعليق من زهرة البنفسج كانت عم تقول يا عالم أنا عقلي وقف، ما عم بستوعب كيف هيك بتعمل بابنه وشو هالإجرام، مو معقول في هيك بشر بلا ضمير ابنه متوفي ورايحة جاي بتاخده بالتلاجة وبترجع بتحطه لشي بأشعر البدن. جود علقت وقالت بكل صراحة وصلنا لمرحلة سبقنا العالم كله بالإجرام والقصص البعيدة عن الإنسانية. أما رامي فعم يقول الواحد إذا ابنه أو بنته بتنجرح بيزعل عليه، كيف طاوعك قلبك تحملي ابنك متوفي وتفتلي فيه من مطرح لمطرح وترجعيه على التلاجة. أما علوش فكان عم يقول ما عاد في شي بيتصدق من قصص اللي عم بتصير بسوريا. أمس بدمشق انتشرت أخبار عن إقدام سيدة على قتل زوجة بمساعدة عشيقة بعد ما قتلوه بالفاس، رجعوا قطعوه بالمنشار ورموه بعدها ببير مي. ببرنامجنا عرضنا سابقاً كتير من الجرائم اللي بتصير بسوريا وما عاد ذكرنا أرقام وإحصائيات، بس الخطير بالموضوع فعلاً إنه المجرم بسوريا ما عاد له ملامح بسبب انتشار الجريمة، وتحولت الجرائم المخفية والمرعبة لحدث شبه يومي عم يعيشه السوريين. برأيكم شو هو الحل حتى يرجع المجتمع السوري يتعافى من جديد؟